يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، رب العالمين من فوق سبع سماوات قالها، خذوا زينتكم عند كل مسجد، زين ضبط حالك حتلتقي بإخوانك. وقال الشافعي رحمه الله: ويسن التزين والتنظف والاغتسال لكل أمر فيه اجتماع مع المسلمين. أي جمعة أنت حتقعد مع ناس، رايح على عزة متجمع مع ناس، اغتسل حتى تكون طيب.